رئيس شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للقناة، معهم طبعا الأستاذ خالد توحيد رئيس القناة الجديد، والأستاذ عماد الغول، والأستاذ أيمن بدرة، والأستاذ عصام شلتوت. كل هؤلاء النجوم كانوا في استضافة الكابتن محمود الخطيب نجم الأهلي وأسطورة الأهلي. كابتن محمود الخطيب خد جولة تفقدية في القناة، شاف فيها الاستوديو زي ما حضراتكم شايفين. أول مرة طبعا يجوا هنا القناة. مش عايزين نتكلم بقى يا جماعة ونقول الأحداث، حاجة جميلة أنا بالنسبة لي أنا أن الكابتن محمود خطيب بتشرف أن أنا أبقى موجود وهو في القناة النهاردة تحديدا بالصدفة البحتة. لكن الكابتن محمود الخطيب أسطورة زي ما بقول لكم. الناس هنا جريت أول ما عرفوا أنه جاي من حبهم ليه، قبل رئيس القناة ورئيس النادي ورئيس رايحين يشوفوا الكابتن محمود الخطيب ومجلسه الموقر ومجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. أقول لكم تاني، كابتن محمود الخطيب معاه السيد العمري فاروق نائب رئيس الشركة، والسيد خالد الدرندلي أمين الصندوق، والدكتورة رانيا علواني عضو مجلس إدارة شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. وده اجتماع، أول اجتماع لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي برئاسة كابتن محمود الخطيب مع الأستاذ خالد توحيد لتطوير القناة ونشوف إيه اللي ناقص القناة، إن شاء الله تكون حاجة تليق باسم ومكانة النادي الأهلي زي ما الجماهير دايما بتقول وبتطلب. عايزين نشوف القناة أحسن قناة، عايزين نشوف ماتشات النادي الأهلي، إن شاء الله كل الكلام ده يحصل. لكن كان في حاجات أولويات لمجلس الاداره او الاولويات للكابتن محمود الخطيب وملفات مفتوحه كبيره جدا كان لازم يقفلها عشان يجي يشوف قناه النادي الاهلي. ولما الوقت وان الاوان وخدوا كمان برزنتيشن رعايه القناه، اكيد كان لازم يجي الكابتن محمود الخطيب مع شركه برزنتيشن عشان ينسقوا مع الاستاذ خالد توحيد ازاي القناه تطلع في اعلى مستويات. ان شاء الله تشوفوا قناه النادي الاهلي بشكل جديد في اقرب فرصه باذن الله. وبيني وبينكم الجمهور النادي الاهلي ما بيرضاش باي حاجه، يعني مهما نعمل في القناه اكيد هيقولوا عايزين نشوف اكتر وعايزين نشوف اكتر. وده احلى حاجه في جمهور النادي الاهلي ان هو دايما طموح وسقف طموحه مش محدود. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم دايما. نروح بقى للمنتخب الوطني. انتوا عارفين